السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. فيديو اليوم راح نتكلموا على موضوعين. الموضوع الاول متعلق ب نادي وفاق سطيف والمدرب الجديد لوفاق سطيف، والموضوع الثاني راح نتكلموا على رحيم سيرلينغ اللي هو لاعب مانشستر سيتي وزميل رياض محرز في فريق مانشستر سيتي سابقا. إذن وفاق سطيف كان يبحث على مدرب اللي يقدر يساعده ويرجع لطريق ولا السكة الصحيحة لوفاق سطيف، النادي العريق النادي العالمي صراحة اللي شارك في كأس العالم للأندية وحرز العديد من الكؤوس بالألقاب سواء على المستوى المحلي أو القاري أو العربي. أيضا النادي وفاق سطيف العريق اتصل بمدرب المنتخب المصري سابقا حسام البدري ومدرب ايضا نادي الاهلي. طبيعه الحال جاء وصل للمطار الجزائر، والجزائر دائما ترحب بكل ضيوفها. حسام البدري، لو نتكلموا على حسام البدري ونفتحوا قوس على المسيره التدريبيه نتاعو، يعني هذا رايي الخاص. حسام البدري مدرب مصري كان لاعب سابقا، لاعب للنادي الاهلي، لاعب سابق واشتغل في الفئات الشبانيه لنادي الاهلي، ومن بعدها عمل كمساعد مدرب، ومن بعدها وصل كمدرب، حقق القاب في البطوله المصريه، وصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا وخسر مع الوداد، حقق دوري ابطال افريقيا والله اعلم مره واحده، مسك ايضا المنتخب المصري الاولمبي سنة 2015 وما قدرش يأهل في السنغال، وما قدرش يأهل المنتخب المصري أقل من 23 سنة في كأس إفريقيا اللي في السنغال 2015، المؤهلة للألعاب المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2016 بالبرازيل. فشل في تأهل المنتخب المصري، وبطبيعة الحال 2016 أيضا عرفت تأهل المنتخب الوطني الجزائري للألعاب الأولمبية 2016 بالبرازيل، هو ما قدرش يأهل المنتخب المصري. ايضا امسك المريخ السوداني، تحصل على البطوله مع المريخ السوداني، امسك ايضا المنتخب المصري الاول اللي فيه محمد صلاح والنني والعديد من اللاعبين اللي معروفين في المنتخب المصري. ما نقولوش يعني المنتخب عرف، في منتخب مصري عرف اهتزازات ومستوى ضعيف مع حسام البدري، لكن ما راحش بعيد، ما طولش بزاف مع المنتخب المصري. تمت اقالته وتعيين كيروش المدرب البرتغالي المعروف اللي حقق نتائج لا باس بها مع المنتخب المصري، ان صح القول ممتازه، وصول الى نهائي كاس افريقيا وخساره بضربات جزاء، ووصول المباراه الفاصله ايضا لضربات جزاء ضد نفس المنتخب السنغالي. لكن حسام البدري ايضا عنده كاريزما نوعا ما، يغضب بسرعه، ينفعل بسرعه، كنتائج متوسطه، ما نقولوش يعني حقق انجازات كبيره، لانه ما تنساش يا اخي يا مناصر وفاق سطيف انه حسام البدري درب نادي الاهلي، وكي نقولوا نادي الاهلي احسن نادي من حيث الاحترافيه، احسن نادي محترف في افريقيا. باش الاهلي ما تحققش يعني انجازات معاه بزاف كبيره ولا بطولات كبيره، العيب ماهيش في نادي الاهلي، العيب فيك انت. لكن انا هذا لا يمنع انه ممكن ينجح، انا نقولها ونعاودها، ممكن ينجح مع وفاق سطيف، كل شيء وارد في كرة القدم، ممكن ينجح مع وفاق سطيف ويحقق معاه نتائج، لكن كسي في تاعو سي في متوسط، ما نقولش ضعيف، نقول متوسط. مدرب يتعصب بزاف وعنده النرفزه هذيك الزايده بزاف. ان شاء الله يتوفق، وان شاء الله وفاق سطيف يرجع لسكه الانتصارات ويرجع للانجازات نتاعو ان شاء الله، ويرجع كما كنا نعرفه وفاق البطولات، وفاق سطيف وفاق البطولات. هذا ما يخص حسام البدري. موضوع ثاني متعلق برحيم السيرلينغ. رحيم السيرلينغ يغادر رسميا نادي مانشستر سيتي ويلتحق بنادي تشيلسي، ويلتحق بنادي تشيلسي. رحيم السيرلينغ ياما تكلمنا عليه، وتكلموا عليه كل الجزائريين باللي اكبر اناني في انجلترا، ورقم واحد في الأنانية في نادي مانشستر سيتي، ومحرز يتقهقر المستوى تاعو يلعب احتياطي بسبب رحيم السيرلينغ والأنانية تاع رحيم السيرلينغ.
اذا راح يم سيرلينغ اللي كما تعودنا عليه وشفنا كما تشوف الصور محرز وجه لوجه ما يعطيلوش عديد من المرات. لكن انا حبيت نرجع فقط بنفتح قوس راحيم سيرلينغ ليس انني فقط في مانشستر سيتي ولا ضد رياض محرز ولا راحيم سيرلينغ ايضا انني حتى في المنتخب الانجليزي ما يعطيش الكره لزملائه. اذا راحيم سيرلينغ مش هذه اول مره ولا الانانيه اللي تاعو يعني عادي بالنسبه ليا خاصه لما تشوفه في المنتخب الانجليزي يلعب بالطريقه هذه. راحيم سيرلينغ اللي غادر رسميا نادي مانشستر سيتي والتحق بتشيلسي الرفيق نتاعو ولا زميله رياض محرز اللي ودعوا ويتمنى له التوفيق في نادي جديد ويذكرنا احلى الاوقات والحصول على الدوري الانجليزي في ثلاث مرات ثلاث مناسبات. اذا راحيم سيرلينغ يغادر مانشستر سيتي, ايضا جابرييل جيسوس يغادر مانشستر سيتي, وقدوم هالاند وبعض اللاعبين اللي تم ترقيتهم الشباب وجلب بعض اللاعبين. التشكيله اللي راح تكون في الموسم القادم باحتمال كبير حسب موقع جيف مي سبور اللي راح ممكن يعتمد عليها بيب غوارديولا راح يعني نفس التشكيله في الدفاع في حراس المرمى, يعني ايدرسون في حراس المرمى, وولكر, ستونز, كانسيلو كظهير ايسر, وسط الميدان اللي فيه برناردو سيلفا, دي بروين, رودري, والهجوم فودان وهالاند المستقدم الجديد ورياض محرز طبيعة الحال, وفي الاحتياط ممكن يكون غريليتش وبعض اللاعبين. إذا رياض محرز الآن في فرصة لإثبات وجوده في الدوري الإنجليزي بعد رحيل سيرلينغ. الآن الفرصة مواتية أمامه أنه يبرهن ويثبت لغوارديولا باللي راني لاعب حاضر وواجد في كل المواعيد وأنا لاعب في المستوى العالي. إذا ممكن هنا كلام أنه رياض محرز ممكن يرتدي قميص رقم 7, لكن أنا استبعد هذا الأمر. رياض محرز سوف يبقى بالرقم المعتاد عليه رقم 26. يعني هذه الفرصة أمام رياض محرز باش يغتنمها. رحيل سيرلينغ راح يخلي بطبيعة الحال محرز يعني في مكانة جيدة أنا نقول, إلا اذا كان عنده يعني بيب غوارديولا خيار اخر انا ما نعرف ممكن يجيب لاعب في الايام القادمه ما نعرف. لكن يبقى المنصب تاع محرز يعني في يبقى محرز في رواق ممتاز وجيد باش يثبت امكانيات نتاعو بعد رحيل سيرلينغ. والان فرصه مواتيه باش يبرهن باللي محرز هو احسن لاعب في الدوري الانجليزي مثل ما تحصل عليها في 2016 يقدر يزيد يتحصل عليها الموسم القادم ويكون احسن لاعب في الدوري الانجليزي برحيل سيرلينغ. راه هذا الامر راح يساعد رياض محرز باش يزيد يثبت الامكانيات نتاعو ويتالق في نادي مانشستر سيتي. اذا نتمنوا التوفيق لرياض محرز, ايضا نتمنوا التوفيق ليوفق سطيف وان شاء الله مزيد من البطولات. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.